الرئيس السيسي يبدأ زيارة للإمارات يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. شكري يزور واشنطن للمشاركة في اجتماعين حول مكافحة داعش الإرهابي والأوضاع في سوريا. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة أبقت بعض قوتها في سوريا لحماية حقول النفط. انتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز، والبداية مع فاطمة خليل. شكرا لك نيوز، أهلا بك. والبداية من زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الإمارات. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى الإمارات تستغرق يومين، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي. ولدى وصول سيادته مطار أبو ظبي الدولي، كان في استقبال سيادته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن زيارة السيد الرئيس تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع بين السيد الرئيس مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والإماراتي من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي، والتصدي لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب التي تحظى باهتمام البلدين. رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين. وقال الشيخ محمد بن زايد خلال تغريدة على تويتر، قال: أرحب بضيف البلاد الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، مشددا على وجود إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين. مصر والإمارات علاقات انبثقت من روح الأخوة
ونبتت من جذور عربية وإرث حضاري عظيم. في إطار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبو ظبي في مختلف القضايا، يحل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا عزيزا على دولة الإمارات العربية المتحدة. انطلاقا من تطابق الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين، تعمل الحكومتان على تعزيز العلاقات الثنائية، علاقات لا تقتصر على الجانب السياسي والثقافي والحضاري، بل تمتد لتشمل الجانب الاقتصادي الذي يشهد ازدهارا متناميا. فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية بمصر 7.2 مليار دولار، بينما تساهم الإمارات في 1165 شركة تستثمر في مصر، وتلعب الشركات الإماراتية دورا محوريا على خارطة الاستثمار في مصر. وكذلك تتنامى العلاقات التجارية بين البلدين لتشهد ازدهارا غير مسبوق، ذلك ما تؤكده المؤشرات والإحصائيات والأرقام. ستظل أواصر الأخوة المصرية الإماراتية راسخة في مسيرة الأشقاء نحو مستقبل ينهض بطموحات الشعوب بخطى وثابة وعزيمة لا تلين. مصر والإمارات، وحدة المصير والمسار. المزيد عن العلاقات المصرية الإماراتية التي تتميز بالقوة والمتانة نتابعه في العرض التالي. ترتبط مصر والإمارات بعلاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك في القضايا والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، لا سيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. فعلى مستوى العلاقات السياسية، تعتبر الزيارات المتبادلة بين قادة مصر والإمارات من أهم علامات قوة العلاقات بين البلدين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة زيارات إلى الإمارات التقى خلالها مع قياداتها، حيث تم التباحث بشأن العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك متابعة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. كما قام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بعدة زيارات لمصر استقبله خلالها الرئيس السيسي، حيث بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً بين البلدين حيال القضايا الرئيسية بالمنطقة، حيث يوجد تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه تلك القضايا الإقليمية. أما على مستوى التعاون العسكري، فقد انطلقت في إبريل 2018 فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك خليفة 3، الذي استمر لعدة أيام بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية. وفي مارس 2017 بدأت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 2، الذي شاركت فيه عناصر من القوات البحرية والجوية والبرية من الجانبين. كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقارباً وتعاوناً بعد ثورة 30 من يونيو، فتحتل الإمارات المركز الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء، تأتي الإمارات ضمن أكبر 5 دول مستوردة للسلع المصرية. أما على صعيد التبادل التجاري بين مصر والإمارات، فقد وصل إلى نحو 3 مليارات دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر من 2018.
يشارك منتدى شباب العالم ضمن وفد مصري رفيع المستوى في المائدة المستديرة المقرر عقدها في مدينة نوفي ساد بصربيا غدا الجمعة أو بعد غد الجمعة. وتعقد المناقشات تحت عنوان نوفي ساد وأسوان عواصم الشباب في أوروبا وأفريقيا لبحث أهمية قضايا الشباب وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة واستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة في هذا الصدد والخروج بتوصيات واستنتاجات لصالح منتدى شباب العالم. يزور وزير الخارجية سامح شكري العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع المجموعة المصغرة لدول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي على مستوى وزراء الخارجية. وأوضحت الخارجية أن الاجتماع يناقش دور التحالف وجهوده في محاربة التنظيم الإرهابي وتقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا. كما سيشارك وزير الخارجية أيضا في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا. أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تقدمت بخمسة تقارير حقوقية للأمم المتحدة وهي للجان التعهدية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تقدم صورة شاملة وتفصيلية عن سياسات الحكومات في المجالات المشار إليها. وأكد بيان للخارجية أن هذه التقارير تبرهن بصورة عملية احترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية وجدية التناول المصري لملف حقوق الإنسان. استعرض وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان تقرير مصر الثالث أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي. وقال مروان إن مصر تلقت في الجولة الثانية للمراجعة 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلي و23 توصية بشكل جزئي، مشيرا إلى أن مصر دعمت حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة بشكل متوازن على النحو الذي ينظمه القانون. تلقت مصر في الجولة السابقة للاستعراض الدوري عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلي و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية أخرى، وأخذت علما ب 29 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة. وقد عملت مصر بدأب على مدار خمس سنوات تقريبا للوفاء بما قبلته من توصيات، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الآتي: تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور واتساقا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبمراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقا للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ولفت المستشار عمر مروان إلى صدور عدة قوانين للتنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين في سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام. وفي سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام صدرت عدة قوانين للتنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانين على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتهم في أداء رسالتهم وعدم خضوعهم في عملهم لغير القانون، مع النص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض. وتنفيذا للتوصيات الخاصة بتعزيز الحق في التجمع السلمي، فقد تم تعديل القانون المنظم للحق في التظاهر عام 2017 ليؤكد على الحق في التظاهر بمجرد الإخطار ومنح القضاء وحده سلطة منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها بعد أن كانت مخولة لوزارة الداخلية، وهذا التعديل الهام يتغافل عنه البعض عن قصد. ونفاذا لما قرره الدستور من كفالة حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وإيمانا بأهمية الدور الذي تقوم به في تنمية المجتمع، فقد صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية متلافيا سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017. أضاف مروان أن الدولة المصرية حرصت على إصدار قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس في العام 2016 ليبلغ عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى خدميا تابعا لها حتى شهر أكتوبر الماضي، فيما استعرض إجراءات النيابة العامة لرقابة السجون مؤكدا أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. وخلال عام 2016 صدر قانون تنظيم وبناء الكنائس الذي تضمن ولأول مرة تحديدا منضبطا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، وقد بلغ عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضي. وتفعيلا لما قررته النصوص الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، قام القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التي رصدوها، وأنشئت إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تختص بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تنطوي على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا. واتساقا والمادة 214 من الدستور ومبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله من حيث طريقة تشكيله وأدائه لمهامه واستقلال موازنته، بالإضافة إلى منحه الحق في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان. وعلى صعيد مكافحة الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدا على ما قرره الدستور من أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، مضيفا أنه صدر في 2016 قانون يجرم جميع أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم في العودة الطوعية ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم. وكفلت الدولة العيش الكريم للاجئين وطالبي اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى نحو 5 مليون مواطن، إذا 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء، وذلك لسهولة اندماجهم في المجتمع المصري حيث لا يتم عزلهم في معسكرات ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتوفرة للمصريين من سكن وتعليم وصحة وغيرها. والتزاما بتعهداتنا الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، صدر في عام 2016 قانون يجرم كافة أشكال تهريب المهاجرين ويقرر حقهم في العودة الطوعية ويلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، كما أنشئت في عام 2017 لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026. وكان من ثمرة الجهود المبذولة في هذا المجال عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن مصر لديها قيادة سياسية اعتمدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، واعتبرتها الأمم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030. لدينا قيادة سياسية اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، ووجهت الحكومة المصرية لاعتبارها وثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة لتمكين المرأة
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، واعتبرتها الأمم المتحدة أو الاستراتيجية على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030. وذكرت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدستور في عهد جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن به نصوص صريحة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز، مشيرة إلى أن مصر تمتلك الآن دستورا يضم 20 مادة تخاطب المرأة وتكفل لها فرصا متكافئة وحمايتها وتمكينها في جميع المجالات. في دستور الإخوان لم يكن هناك نصوص صريحة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو المساواة، والآن نص الدستور المصري الصادر عام 2014 لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة بدءا من دباجة الدستور، وتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها وحمايتها من كل أشكال العنف وتمكينها في جميع المجالات دون تمييز. أثنت دول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان على التقرير المصري والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدما ملحوظا، خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والحق في السكن وحياة كريمة. وقال ممثلو الدول إنهم يقدرون الدور المصري في محاربة الإرهاب وقدرتها على تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب. وأشاد ممثلو الدول بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، مطالبين مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها. أشاد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بحركة الإصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر رغم محاربة الإرهاب، ووصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بالمجلس الأممي الإجراءات التي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس وإحدى الدول الراعية له ماليا، وتتبرع منذ سنوات لصندوق ضحايا التعذيب. كما وصف التقرير إقرار مصر لقانون الإجراءات الجنائية الجديد بالإنجاز المهم لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة، مشيرا إلى أن الدستور المصري يصون الحقوق والحريات ويمنح حرية العمل السياسي والتجمع السلمي. أكد المشاركون في ندوة ووقفة للجالية المصرية في سويسرا أمام مقر الأمم المتحدة أن مصر تعيش عصرها الذهبي في ظل ترسيخ الدستور المصري للحقوق والحريات. كما شدد أبناء الجالية المصرية على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات الحقوقية التي تتبنى خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرين إلى أن الوقفة إنما تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين في الداخل أنهم متضامنون معهم في حربهم ضد الإرهاب. وأضافوا أن الجماعة الإرهابية تدفع بعناصر مأجورة في محاولة للتنظيم ولتنظيم مظاهرات فاشلة في جنيف، مؤكدين رفضهم محاولات الإساءة لمصر من جهات تستهدف أمنها وشق صفها. فشل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في الحشد أمام مبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف أثناء مناقشة تقرير مصر ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، ورغم محاولات الجماعة الإرهابية الضغط لدعوة عناصرها المقيمة في أوروبا بالمشاركة في تلك المظاهرة، فإن الخلافات الناشبة داخل التنظيم الدولي أثرت على المشاركة في المظاهرة بشكل كبير، حيث لم يشارك فيها سوى 8 أشخاص. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26 شهيد، فضلا عن إصابة آخرين في تجدد للقصف الإسرائيلي على المناطق السكنية. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرقي غزة، كما استهدفت أرضا زراعية في جنوب القطاع.
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بشن المزيد من الغارات على قطاع غزة إذا لم يتوقف رد الفصائل الفلسطينية على الغارات. وقال نتنياهو في بيان إن طائرات نظامه دمرت أهدافا واستهدفت خلايا، زعم أنها خططت لإطلاق صواريخ على إسرائيل وبعضها كان على وشك إطلاقها. وأضاف أن جيش الاحتلال سيرد على ما وصفه بأي اعتداء يشن على الأراضي الإسرائيلية. يفتتح اليوم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الانعقاد الأول للفصل التشريعي 17 للمجلس الوطني الاتحادي. ويأتي افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اهتمام بلاده بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدته في الظروف الراهنة للخروج من محنته. وشدد ماكرون خلال رسالة نقلها مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية للرئيس اللبناني ميشيل عون حرص ماكرون على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدة شعبه. من جانبه جدد عون خلال اللقاء تأكيده العمل على تشكيل حكومة تكنو سياسية. جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مطالبته بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين لجميع أطياف السياسة اللبنانية. وجاءت تصريحات بري عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لأعضاء كتلة أمل البرلمانية، حيث أكد بري أن المرحلة الراهنة تتطلب تحمل المسؤولية والحفاظ على الانتظام العام للمؤسسات، ودعا للصيانة السلمي الأهلي. أكدت مصادر في طيار المستقبل اللبناني أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يرفض أن يرأس حكومة تستنسخ الحكومة المستقيلة. وأشارت المصادر إلى أن الحريري يريد حكومة من المتخصصين. يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس اللبناني ميشيل عون بمواصلة الاتصالات لإجراء مشاورات تسمية رئيس الوزراء بدءا من اليوم الخميس، مجددا التحذير من أن الوضع الاقتصادي في لبنان بات يتدهور بسبب ما يمر به. أعلنت كتلة سائرون النيابية في العراق رفضها مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء. وأوضحت الكتلة أن صيغة القانون المقترح مخالفة لإرادة الشعب العراقي بسبب الإبقاء على النظام الانتخابي القديم، مشيرة إلى أن هذه الصيغة تكرس هيمنة الأحزاب. شن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر هجوما على البرلمان العراقي قائلا إن إصلاحاته الأخيرة تعد كاذبة وزائفة. ودعا الصدر في بيان له البرلمان العراقي إلى إقرار إصلاحات جذرية أو الرحيل، معتبرا أن المظاهرات والاعتصامات حققت انتصارات كبيرة أهمها كشف الفاسدين. وشدد على ضرورة عدم مساس القوات الأمنية بالمتظاهرين ومحاولة إبعاد المندسين وغير المنضبطين الذين يعتدون على الثوار القتل والخطف. قال
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية أبقت بعض قواتها في سوريا لحماية حقول النفط، وأشار في حديثه للصحفيين خلال اجتماعه مع إردوغان في واشنطن إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد، محملا تركيا مسؤولية احتجاز المعتقلين من داعش الإرهابي. استنكر عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الزيارة التي يقوم بها أردوغان إلى واشنطن، وطلب عضو الكونغرس مايكل ماكول تركيا بالانسحاب فورا من سوريا، فيما أشار السيناتور الأمريكي روبن جاليجو إلى ضرورة فرض عقوبات على أنقرة تزامنا مع الزيارة. هذا وقال عضو الكونغرس شيلا جاكسون لي إن أردوغان حول تركيا إلى ديكتاتورية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن طائرات أمريكية من دون طيار رصدت استهداف قوات مدعومة من تركيا للمدنيين في سوريا، ونقلت الصحيفة في تقرير عن مسؤولين أمريكيين أنه تم رصد 4 حالات موثوقة بارتكاب جرائم حرب، حيث تم استهداف مسلحين مدعومين من تركيا للمدنيين في شمال سوريا. وفقا للصحيفة، باتت اللقطات المصورة الآن نقطة محورية لنقاش أوسع نطاقا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية معالجة مخاوف المسؤولين الأمريكيين المتزايدة بأن المقاتلين المدعومين من تركيا قد يرتكبوا مزيدا من جرائم الحرب ما لم تتخذ الولايات المتحدة مزيدا من الخطوات لردعهم. ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات العدوان التركية ومرتزقته اعتدوا بالصواريخ على قريتين بريف تل تمر بمحافظة الحسكة. هذا واتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني تركيا بتشجيع تنظيم داعش الإرهابي على إعادة تنظيم صفوفه والعودة إلى المناطق التي تم طردها منها، محذرا في الوقت نفسه من هجمات محتملة قد يشنها التنظيم في دول غربية. أصيب 9 جنود أتراك جراء انفجار كبير وقع في مستودع الأسلحة والذخيرة في محافظة شانلي أورفا جنوبي البلاد، وأشارت وسائل إعلام إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول وقوع الانفجار. شهد محيط مقر البيت الأبيض بواشنطن مظاهرات حاشدة ضد زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة، وردد المتظاهرون هتافات منددة بسياسات أردوغان ضد الأكراد، كما نددوا بمذابح الأتراك ضد الأرمن. هدد أردوغان بفتح الأبواب أمام عناصر تنظيم داعش الإرهابي نحو أوروبا كورقة ابتزاز جديدة هي المساومة التي جاءت بعد نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أنقرة. المزيد في التقرير التالي. هي ورقة عادة ما يستخدمها أردوغان ويلجأ إليها على سبيل الابتزاز والتهديد. هذه المرة استغل رأس النظام التركي ورقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي السجناء في بلاده لتحقيق مكاسب سياسية، حيث هدد بفتح البوابات أمام الإرهابيين لينطلقوا نحو أوروبا إذ لم تراجع موقفها من تركيا. تهديد ليس الأول من نوعه، حيث يأتي بعد أيام قليلة على تجديد أردوغان تهديده الدول الأوروبية بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوروبا في حال امتنعت بروكسل عن تقديم الدعم له في المنطقة الآمنة واستقبال اللاجئين. تهديدات تظهر اعتماد أردوغان على أساليب الابتزاز في إدارة العلاقات مع الدول الأوروبية بدلاً من الدبلوماسية وإجراء المفاوضات، رغم أنها أبرمت معه اتفاقاً بشأن المهاجرين قبل أعوام. مساومة أردوغان جاءت بعد اعتماد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آلية تمكن من معاقبة الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب التركي قبالة الأراضي القبرصية، والتي أكدت بروكسل أنها غير قانونية.
كما جاءت هذه التطورات بعد قيام تركيا بترحيل عناصر من داعش الإرهابي يحملون جنسيات أمريكية ودنماركية وألمانية، وأعلنت عن خطط لطرد 7 مواطنين ألمان آخرين ومواطنين 2 من أيرلندا و11 فرنسيا. بين الحين والآخر يتعمد أردوغان الظهور في وسائل الإعلام ليهدد ويبتز أوروبا تارة بإغراقها باللاجئين وأخرى بعناصر داعش بهدف ابتزاز أوروبا للحصول على مساعدات مالية أو خدمة مطامعه بإنشاء المنطقة العازلة التي يسعى لإقامتها على الشريط الحدودي الجنوبي لبلاده مع سوريا. أكد حزب الشعوب الديمقراطي تعرض عدد من شباب الحزب للتعذيب في أحد أقسام الشرطة في اسطنبول، وأكد الحزب احتجاز 36 عضوا في مديرية أمن اسطنبول لمدة 6 أيام بعد تعرضهم للضرب والتعذيب. وتم غولي ألابوجا عضو الحزب في اسطنبول جهاز الشرطة بمواصلة نهجه العدائي للمتهمين، وأشار إلى استبدال سياسات القمع غير القانونية والتعسفية التي تتبعها كتلة حزب العدالة والتنمية بممارسات تعذيب منهجية. أصدرت محكمة تركية أوامر بإعادة اعتقال الصحفي الشهير أحمد ألتام مرة أخرى بعد أيام قليلة فقط من خروجه من السجن، وتتهم السلطات التركية ألتام بأنه على علاقة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في العام 2016. أعلنت أجهزة الأمن البولندية توقيف مجموعة متطرفة يشتبه بأنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية بالقنابل والأسلحة النارية ضد المهاجرين المسلمين. وقال جهاز الأمن الداخلي البولندي إن السلطات أوقفت المشتبه بهما في وارسو ومدينة شتشين شمال غرب البلاد، حيث تمت مصادرة مواد كيميائية كانت بحوزتهما يمكن استخدامها لصناعة كميات كبيرة من المتفجرات بعدما تم تفتيش مواقع في وسط وجنوب وشمال غرب بولندا. أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء 13 مشروعا دفاعيا جديدا في خطوة لتطوير المزيد من الأسلحة بمنأى عن الولايات المتحدة. وفقا لخطط وافق عليها وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، سيبدأ العمل في بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات وتقنية لتتبع الصواريخ البالستية. تعزيز التعاون العسكري حلم جديد بدأ قادة الاتحاد الأوروبي السعي إلى تحقيقه بعد الخلافات غير المعلنة مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالنفقات العسكرية في حلف شمال الأطلسي. دول الاتحاد الأوروبي شرعت في تنفيذ 13 مشروعاً دفاعياً جديداً في اتجاه نحو تطوير الأسلحة بعيداً عن واشنطن، من بينها بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات وتقنية لتتبع الصواريخ البالستية. وفي إطار هذه الخطط تقود فرنسا جهود تطوير الصواريخ البالستية في الفضاء وتطوير سلاح تشويش إلكتروني بالتعاون مع إسبانيا والسويد، فيما تقود باريس بالفعل العمل بشأن طائرات هليكوبتر أوروبية جديدة. فرنسا ستطور أيضا بالتعاون مع إيطاليا نموذجا لسفينة عسكرية من طراز جديد، كما تسعى كل من فرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد لإنتاج نظام جديد مضاد للغواصات لحماية الممرات والاتصالات البحرية. أما بولندا والمجر فتقودان مشروع مركز التدريب الطبي الذي سيركز على دعم القوات الخاصة للاتحاد الأوروبي. وبحسب الخطط والعمليات الدفاعية الأوروبية فإن فرنسا تطلع بدور كبير ربما تصل نسبته إلى 60% في المشروعات. وفي تصريح لها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لن يتم إقرار أي مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن التركيز الآن سيكون على تنفيذ المشروعات الحالية.
قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيارة إلى المناطق التي اجتاحتها مياه الفيضان شمال إنجلترا بعد أن ضربتها الأمطار الغزيرة. وواجه جونسون انتقادات حادة من ضحايا الأمطار الغزيرة لبطء استجابته وزيارته المتأخرة لتفقد الأضرار والخسائر. أعلن رئيس بلدية البندقية الإيطالية حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت فيضانات كارثية مناطق أثرية ترجع لعقود أو لقرون بالأحرى. وبحسب تقارير، تعرضت مدينة البندقية الإيطالية لثاني أعلى موجة مد مسجلة في تاريخها، حيث غمرت المياه كاتدرائيتها التاريخية وأغرقت العديد من ميادينها وشوارعها. كما غمرت المياه ميدان سان مارك بارتفاع تجاوز المتر، وبلغت درجة ارتفاع منسوب المياه 187 سنتيمتر، ما يعني أن أكثر من 85% من المدينة الإيطالية قد غمرت بالمياه. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في مجال نشر الوعي السياحي وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس. ووفقا للبروتوكول، تقوم وزارة السياحة بالتواصل مع القطاع الخاص لرعاية المسابقات التنافسية التي يشارك فيها طلاب المدارس، فضلا عن التعاون بين الوزارتين خلال العمل على تحويل بعض المدارس الفنية الفندقية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال رفع الوعي السياحي والإلمام بأخلاقيات السياحة لدى طلاب المدارس بالمحافظات. سمحت وزارة الداخلية لمراسل قناة الجزيرة الإخواني محمود حسين بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بترى رفقة الحراس اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والده. وقالت الوزارة إن هذه اللفتة الإنسانية تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ ضوابط السياسة العقابية الحديثة ومراعاة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للجميع المودعين بالسجون بغض النظر عن انتماءاتهم أو خلفياتهم السياسية. أعلن رئيس شركة أنابيب البترول المهندس عبد المنعم حافظ اكتشاف محاولة لسرقة خط منتجات بترولية في إتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما أحدث تسربا في منتج البنزين في محيط الأنبوب والترعة المجاورة. أضاف رئيس شركة أنابيب البترول أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت لموقع الحادث لإغلاق المحبس والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، مشيرا إلى أن مصدر مجهول للهب تسبب في انتشار الحريق. هذا وأعلنت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة أخبار الرياضة والتكنولوجيا مع مي أنور بعد قليل.
أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من أخبار الرياضة والتكنولوجيا، ونبدأها من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمقامة في مصر. يواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب الكاميرون اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 22 من الشهر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. كان منتخب الفراعنة قد ضمن التأهل رسميا للدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومن جهته قال المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب أنه مصمم على تحقيق الفوز للتصدر المجموعة واستمرار اللعب على استاد القاهرة. يواجه منتخب مالي اليوم الخميس نظيره الغاني على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. كان منتخب مالي قد ودع البطولة بعد خسارته أمام منتخبي مصر والكاميرون. يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الكينيا اليوم الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. المزيد في سياق العرض التالي. منتخب الفراعنة يبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عام 2021، والأمل يحدوه في تحقيق انطلاقة جيدة. ويواجه المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، اختبارا سهلا حينما يستضيف منتخب كينيا بالمجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي جزر القمر وتوغو اللذين يلتقيان بالجولة الأولى في العاصمة التوغولية لومي. وعقب لقائه مع نظيره الكيني يستعد المنتخب المصري للعب مع مضيفه منتخب جزر القمر في مواجهة عربية ستكون الأولى بين المنتخبين يوم الاثنين المقبل. وفي أول مباراة رسمية للفراعنة مع الجهاز الفني الجديد، يرغب حسام البدري المدير الفني في ترك بصمة في الظهور الرسمي الأول له مع المنتخب في مباراة كينيا، المطالب خلالها بتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكرا، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية خارج مصر. تواصل اليوم منتخبات القارة السمراء مشوارها في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021، وذلك ضمن فعاليات الجولة الأولى بها. المزيد عن أهم المباريات في سياق العرض التالي. اللاعب المصري عمر عصر إلى دور الاثنين والثلاثين لبطولة النمسا المفتوحة لتنس الطاولة، إحدى أقوى البطولات العالمية، وذلك بعد فوزه على الياباني يان تاكويا المصنف 54 عالميا بنتيجة 4-1.
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا تظهر الحجم الهائل لتلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.660 مليار دولار، وسيقدم صورا غير مسبوقة للفضاء. ومن المقرر أن يتم إطلاق تلسكوب ويب في مارس 2021، حيث ستكون قادرا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن بتفاصيل ودقة غير مسبوقة. وحتى ذلك الحين لا يزال تلسكوب ويب يتم بناؤه في مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من قبل ناسا وشركة الدفاع نورثروب جرومان. كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا بعد تحليل عينات من مسبار عن تغييرات موسمية غير متوقعة من الأكسجين على المريخ. وأصدر العلماء نتائج دراستهم والتي استمرت على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث حللوا خلالها عينات أداة المسبار. وعلى الرغم من أن العديد من النتائج لم تكن مفاجأة، إلا أن الأكسجين تحدى كل التوقعات. نجحت الصين في إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء على متن صاروخ واحد. وأوضحت وكالة شينخوا أن هذه الأقمار الخمسة هي جزء من منظومة أقمار صناعية صغيرة طورتها شركة دي أف أتش لتعمل كأقمار صناعية للاستشعار عن بعد ضمن مشروع لتكنولوجيا المعلومات المحدودة. انتهت جولتنا في أخبار الرياضة والتكنولوجيا، وعودة مرة أخرى إلى زملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميلة مي أنور. وبأخبار التكنولوجيا والرياضة نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يبدأ زيارة للإمارات يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. شكري يزور واشنطن للمشاركة في اجتماعين حول مكافحة داعش الإرهابي والأوضاع في سوريا. وترامب يؤكد أن الولايات المتحدة أبقت بعض قوتها في سوريا لحماية حقول النفط. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.